الخارجية الأمريكي جون كيري مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، معتبرا أن سوريا ليست ليبيا. وعقب محادثات مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، جدد كيري دبلوماسية الحل من خلال إطلاق مفاوضات جديدة في جنيف يكون هدفها السعي لتطبيق بيان جنيف. واعترف كيري بأن الوضع بات أكثر خطورة بأشواط بالنسبة للمنطقة، إذ أنه يعزز المتطرفين ويزيد من احتمالات الإرهاب، الأمر الذي يرفضه العالم المتحضر. وزير الخارجية